خلاص يا جميل اهدى بقى، ما حصلش حاجه. استغفر الله العظيم. بص يا مستر وسيم، انا ما عنديش اي مشكله امشي بلعبه، بس باتمان، سبايدر مان، اي مان، لكن دبدوب وعليه قلب لا لا كده نتهزق قوي. بقول لك ايه، ما تاخد الدبدوب وتديني بكويرو ورد دوت. انت عبيط يا جميل، انت عايزني انا والدبدوب ده نمشي مع بعض في الشارع؟ الناس مش هتعرف مين فينا دبدوب. اهو تداروا انتوا الاثنين في بعض والعمليه تمشي. انت هتصيع اللعبه يا ابني تهبل. انا بعد العمر الطويل ده كله والتاريخ العريق المشرف اشيل صاج كحك مكتوب عليه بسيون الملط وكمان مش مستوي؟ طب نفترض، يعني نفترض ان اللواء سمير المنفلوطي شافني، يبقى منظري ايه ساعتها؟ لواء سمير المنفلوطي ده اللي قابلناه في النادي بلبسك العادي يا بسيوني، وقعدت ساعه تفكروا بيك وبرضه ما افتكركش. انت ملط يا بسيوني، مفيش اي حد فاكرك. انت لو غبت عني 48 ساعه هنسى وجودك في حياتي تماما. 48 ساعه ده كتير. 8 ساعات يا بسيوني. انا بقى عاجبني السمع ده قوي، بيفكرني باحلى ايام، ايام زمان كنت بحطه على راسي كده واقف ارقص بيه اهز القبرش. الله يرحمك يا مدبولي يا كبير. الله يرحمه. اهو ارتاح من الهم. عقبال ما ترتاح من الهم يا بسيوني يا صغير. بقول لك ايه يا حبه، انا حاسه ان المهمه دي مختلفه وفيها خطوره كده، ممكن يا قلبه تيجي معايا وانا بوصلهم عشان اطمن واحس بالامان؟ ولا حبه ولا قلبه. مدام اسراء لو سمحت، احنا دلوقتي زملاء في اللعب وبس. سوري نسيت. طب احنا هنعمل ايه في الوقت اللي فاضل ده؟ انا رايي يا جماعه الوقت اللي فاضل دوت ننزل نوزع الحاجه، ويا دار ما دخلك شر. انت مصمم تصيع اللعبه يا ابني تهبل؟ طيب الوقت اللي فاضل ده سيبوه عليا انا، شويه انترتينمنت لهم العجب، هرقص لكم زي ما كنت برقص زمان في الاوبرش. الله، لا مؤاخذه يا بسيوني، انا هنزل اجيب شويه حاجات لزوم القعده. وليه لا مؤاخذه؟ ما بتقول لك ايه؟ كانت بترقص لمدبول الكبير الله يرحمه وربنا افتكره. دي حاجات ايه يا ابني؟ دي هترقص دلوقتي ده هموت من الضحك. خلاص انزل اجيب في الشهار. عندنا في شهار. حلو ده. يلا. ودلع على كيفك الدلع يا ولا. روح وابعت لي طيفة وانا اقول له المسألة يا ولا يا ولا وانا اقول له المسألة. ما تقعدوليش كده، قوموا سخنوا واعملوا استرتشات عشان ساعه وهنبتدي نشيل. وانتي حاولي في الساعه دي تنزلي لك 2 3 انزلي. ايه انتي اصلا 3 كيلو؟ وليه نستنى ساعه؟ نبدا دلوقتي ونخلص. ما ينفعش، انا مش لاقي سعدون اصلا، لازم اودي له حاجته عشان يبتدي معانا. ايه؟ طب ولو ما لقيتش سعدون هنعمل ايه؟ هنلعب من غيرك ولا هننسحب ولا هنقعد في البيت وما نتحركش؟ قول لي يا مستر. خلاص اسكت. الله، ايوه تهاني، هو سعدون فين؟ ما رجعش من ساعتها؟ قول لها تبص عليه في الليفينج. بصيتي عليه في الليفينج؟ مش موجود. طب خليها تبص في الدريسنج. بصيتي في الدريسنج؟ مش موجود. طب خليها تبص بصه في التريننج. بصيتي في التريننج؟ ايه هو يا جزمه ضايع انت كمان؟ بقول لك يا تهاني، انا شاكك في حاجه. انت عارفه يا شويكار، انا مش متضايق ان هو اتكسر، لا ده الطبيعي بتاعك. انا بس اللي مضايقني ان انت خسرتي من قبل ما نلعب المهمه اساسا. ايه انت بتعلق على نفسك كل مره؟ من فضلك يا اسراء، قولي لجوزك حساب الشمعدان عندي ويبطل بقى يلقح عليا كلام من بعيد لبعيد كده. ألقح عليكي كلام؟ انا بتكلم في وشك على فكره، انا بكلمك انت، انا دايركت، ده انت فاشله. ما بالراحه على ماما يا وسيم، لو كانت امك هي لبست الشمعدان ورقصت ما كنتش هتكلمها كده. هو انا امي عبيطه عشان تلبس الشمعدان على دماغها وكمان ترقص ويقع منها؟ ما تحترمي نفسك يا اخويا. لا عارفين يرقصوا ولا عارفين يلعبوا. يا عم تنيل بقى انت كمان، انت قاعد بتنقرش كحكه اصلا. مش دي اللي انت لبستني فيها؟ قلت لي هات الكابل بتاعي وهنعمل كابل مش عارف ايه وبتاع، ادينا بنتعك. عيب ابو اكرم، ملوش لزوم الكلام دوت، ما تصغرناش اكتر ما احنا صغيرين بالدبدوب دوت. انا كل اللي عايزه 400 انبوبه امير وارجعه لك زي الاول. تعجب. اخر الشارع بقى ونزلنا اصلا. عند مدلل هجمه. هجمه؟ مدلل هجمه؟ اه، عملوا الجدع دوت تمثال اللي بيغني اللي اسمه الهجمه ده. ده الحجم الطبيعي. وسعدونا يا مصيطنا. مصيطنا ايه انت كمان؟ ده مش تمثال. ده هو. بس بس ايه ده؟
يا جماعه يا قوم قوم قوم، انت فاكر نفسك في اللوفر؟ قوم سعدون سعدون حبيبي، رد عليا، انا تهاني حبوبه القلوب. هو ما بيردش ليه؟ ما اعرفش يا تهاني، هو شكله واقف كده من ساعتها. يعني ايه من ساعتها؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني سعدون خلاص بقى مزار؟ اهدي بس يا تهاني، هو شكله عنده صدمه من ساعه ما قلت له ان ابو الجمال مش هو اللعب، وان انا قعدته عندكم في البيت عشان اخلص منه. هو ابو الجمال مش هو اللعبه؟ ايوه طبعا مش هو اللعبه يا تهاني، انت عبيطه انت كمان. يلا قولي له. اي تهاني يبقى انت كمان سعدون. يلا يا سعدون والنبي، عشان عندنا تحدي بعد 25 دقيقه ولازم تبقى معايا. سعدون هو كده هنخسر. سعدون بقول لك ايه، انا طبعا مش هقول لك ان انا مش ندل ومش حقير ومش سافل ومش دون ومش منحط، يعني طبعا انا عديت مرحله ان انا برر الحاجات دي، مش هكدب اكتر من كده بصراحه. بس افتكر برضو يا سعدون ان انا وقفت جنبك كتير قوي في حياتك يا سعدون. افتكر افتكر وقفتي معاك ساعه العيد الكبير لما كلمتك قلت لك فين الجزار ما جاش ليه. افتكر وقفتي جنبك لما كنت بتعمل الزايده، لما بعت لك لوكيشن للمستشفى. ايه اللي انا بقوله ده؟ طب ايه، ما انا كده هخسر. بس سعدون انا هعوضك عن كل الاخطاء اللي عملتها لك في حياتك. بص انا هديك مكسبك سواء كسبنا في التحدي او لا. فلوسك يا سعدون. ها ها اهو. الحمد لله على السلامه يا سعدون. الفلوس دي بحقه حقيقي ولا انت رسمهم على ايه؟ لا والله الفلوس دي بحقه حقيقي. الفلوس دي كلها ليا؟ كلها ليك على طول. طب التحدي ايه؟ التحدي ان انت هتاخد ده توصله. ايه ده؟ مسدس بحقه حقيقي ده؟ اه لا لا بحقه حقيقي. ايه ده؟ مسدس ميه هتوصله العنوان ده، واول ما نكسب هتاخد فلوس تاني. انت عارف يا مازو لما كنت صغير كنت بحب مسدسات الميه قوي، عارف ليه؟ عشان لما كنت بعطش كنت بشرب منها. لا بتعمل ايه يا سعدون؟ هنخسر كده. ما اللعبه مأكده ان احنا ما نستعملش المسدس لحد ما نوصله. فوصله وامان عليك، اول ما تكسب حطه في دماغك كده وفرغه كله في دماغك. ماشي يلا بينا بقى ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا. طب وتهاني؟ تهاني ايه؟ ما تسيبها على الوضع ده، وكويس ان عامله ايديها كده، اي حد معدي يحط لها 20 جنيه. انت عايزها في حاجه؟ لا. انت عايزها في حاجه؟ لا. يلا بينا يلا بينا. ايه الحمد لله الحمد لله. اه اسرع مره خسرت فيها في حياتي. ادي النيله. طيب يا جماعه شدوا حيلكم بقى، تيجوا نتفائل. والله بجد نبص للجانب اللي هو المليان من الكوبايه، يعني لسه قدامنا اربع حاجات نسلمهم اهو، ان شاء الله نكسب وكده. المهمه بدات تمسكوا الحاجات، محدش يتحرك بقى، محدش يمسك حاجه. ها دنيا خلاص. انا بفكر ادي الدبدوب لمستر وسيم واخد الفلوس من اسراء واعلن اعتزالي. حرامي. انتوا ما خدتوش بالكم ان اللعبه المره دي نسيت تقول لنا على العقاب؟ ضحكنا عليها. اه انت بتقول ده بس يوني؟ ايه العبط ده؟ اتفضل. شكرا انك فكرتني يا بسيوني. الله يخرب بيتك. ملط مستني ايه من واحد ملط؟ ما انا واخد بالي من الصبح يا بسيوني ومش عايز اتكلم. انت بتتكلم ليه؟ انت مالك؟ دلوقتي جه وقت العقاب يا ويسو. في صندوق على الباب دلوقتي فيه طقم ليك هتلبسه والا هتخسر. المهمه بالنسبه لهم بدات، انما انت قدامك خمس دقايق تلبس فيهم. البس. باي. البس تاني غير بسيوني؟ مش بيكر. ماشي. العقاب
شكلي مهزأ جدا. استغفر الله العظيم.